صباح الخير البنات، كديري لاباس عليكم؟ كي صبحتوا اموركم كلها على خير؟ كنتمنى انكم تكونوا نعسوا وفطوا مزيان بصحه وعافيه يا ربي. المهم اليوم نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم الخميس، غادي نشارك معكم روتيني من الصباح حتى الليل. بزاف البنات عجبكم هاد السيل هذا ديال هاد الفيديوهات، ان شاء الله انا غادي نتبعها فيه. كنتمنى انكم تشجعوني غير بالتعليقات ديالكم، وديروا لي لايك للفيديو وتبارطاجيو. شكرا لكم بزاف على الكلام الطيب، الله يجعلوا لكم في ميزان حسناتكم، وشكرا لكم مره اخرى. وهذا نخليكم دابا تتبعوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. المهم كيف كتشوفوا معايا، اول حاجه بديت بها شطبت بيوتها كاملين. دابا وصلت لهذا البيت، هذا البيت هو اللي كناكلو فيه، هو اللي كياكل العصا بزاف. المهم جمع، دابا غادي نجمع هذه البلاصه. هذه البلاصه شوف كيفاش رجعوها، يوميا كتجمع وكترجع كيف كانت. المهم غادي دوزت لاسبيراتور هنايا، غادي نهبط الطابله نسوس دوك المخد، غير نوقفو مزيان وصافي. هادشي اللي كاين، نكمل التشطاب مازال ما كملتو. صافي هنا راني عجنت خبيز، عجنت هو الاول، دابا راه خمر. نخلي واحد شويه على ما نجمع المال غير ديال الفطور وصافي. ونبدا تما جبت شويه ديال صدر الدجاج باش غادي ندير للدراري الغدا ديالهم ديال المدرسه. اما انا ان شاء الله ندير الغدا اللوبيا، اللوبيا البيضاء هي اللي غادي ندير ان شاء الله. دابا غادي ندوز نمشي للغدا. هنا طحنت واحد جوج مطيشات صغار، متوسطين ماشي صغار بزاف. هنا عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال اللوبيا اللي مرقده ليله كامله. انا كنرقدها كناخد كيلو، كنرقدها وكنقسمها على جوج، كنديرها في بلاستيكه. دابا جبتها من الفريغو، غادي ندير مطيشه. وهنا غادي نطحن واحد البصله متوسطه. غادي نزيد واحد 4000 صوص ديال الثومه صافي. غادي نطحن كلشي، ممكن غير تحكوهم. غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم، الربيع الله أكبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل غادي نزيد التحميره، انا مازال ما شعلت العافيه، غادي ندير كلشي في مره واحده صافي. ونزيد الماء ونخليها تطيب على راحتها. غادي نزيد شويه ديال الاسكنجبير، ملحه، خل نغدي. اخر حاجه نضيفها غير شويه الكمون، ما كنكثرش. غادي نضيف زيت الزيتون صافي، وغادي نضيف الماء الكافي اللي يطيب لي داب فيه هاد اللوبيا هادي. ندير الخبيز ديالنا يطيب صافي. هنا البنات الهضره راه تيطيب، الخبز طيب وغطيتو باش ترجع لي داك السخونيه وكيرطب كثر. هنا وجدت الخضره ديال العشاء في نفس الوقت، هاد الدجاج وفلفله وشي شويه ديال البطاطا، غادي نزيدهم مع الغدا ديالنا.
وصافي. وهنايا راه فرمت كلشي في الكلمينات، هنا دايره شي ماكينه كتصب ليا شي ترابط هنايا. ايوا صافي انا كملت دابا كلشي، كلشي هو هذاك. غادي نقلي شويه الفلفله ونقلي شويه الباذنجان وصافي الله يجعل البركه. ومازال كنوجد حتى شويه ديال زبرجل الدجاج باش نديرو للدراري يطيشو مع المدرسه، غنوجدو ليهم. وهنا خديت كاس ديال الفورص مع شويه ديال الفرقون بالدين، شويه الابزار، الملحه، التحميره. غنزيد شويه الماء وغادي نخلطو حتى كيولي قايل، يعني ما كيكون خفيف، كيولي بحال الخليط ديال البغرير. وغادي ندير فيه الدجاج وغادي نقليه وصافي، ونرجع معكم ان شاء الله. المهم هذه هي الفيديو ديالنا خفيفه ظريفه. انا هنا دابا قطعت البطاطا حتى هي رقيقه، هانتوما شفتو قطعتها رقيقه، صافي نديرها وغادي نقليها حتى هي. انا راه ما كنديرش القليان بزاف، الا لاحظتو راه مره في 4 شهور، مره في 5 شهور، ما كنديروش القليان بزاف، مره في الشهر. المهم هو داك الزيت كيسخن وغادي نبدا نقلي فيهم. غادي ندير فلفله، كلشي غنديرو هكا، الدجاج والصدر ديال الدجاج، كلشي غنديرو هكا. هانتوما البنات البطاطا راه كتجي مقرمشة، كتجي جديدة بزاف البطاطا، أو كطيب غير عقلوها. أنا قطعت الدنجال بحال هاكا، حتى هو غادي نقليه درت في نفس الحاجة، أو حتى الفلفلة درتها في نفس هاديك الدقايق أو الما لي درت فيه العطرية. إيوا صافي. المهم ممكن ديرو أي خضرة، حتى الكورجات ممكن تحطوها دوائر، المهم ديرو اللي بغيتو. صافي البنات هانتوما شوفو الفلفلة كيفاش كتجي، كتجي تاهي مقرمشة. البطاطا هي هنا تما الصدر ديال الدجاج والبنجال كيف قلت لكم. بالنسبه ليا ما درتش كلشي ديال هدايا والصويبه، نخلي حتى الليل عاد نطيبوا لهم. كنظن انني نطيب لهم بطاطا وهذا في الفران. ممكن ديروا نفس التخليطه وديروها في الفران وتبعدوا وحده على وحده، صافي وكيطيب لكم بحال هكا، كيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين. وصافي اللوبيا راه طابت دابا، حيدت على الغطا غير باش تنشف شي شويه من الماء. دابا غنمشي نتغدى انا والدراري ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات دابا غنمشيو نتغداو، هاي اللوبيا كيف كتجي شفتو. وهنا ها هو الطبيسيل ديالنا. هادشي راه اللوبيا راه غادي تشط منها العشاء، حتى هادشي راه غادي يشط منه، يعني كميه كثيره درت باش يبقى العشاء. واخا ندير لهم الطاجين ما كنكثرش في الطاجين، كندير كميه قليله باش اللي بغى الطاجين هو هذاك، اللي بغى هادشي شاط ما غدا راه كياكلو. وصافي خبيز هو هذا ديالنا كيف كيجي. صافي دابا نمشيو نتغداو حتى نطلعو في العشيه ان شاء الله. ونسيت ضروري الهريسه حتى هي حطيتها مع اللوبيا، ضروري الهريسه. المهم دابا غادي ندوز نوجد واحد التحليه اولا كيكه بارده، المهم على حسب شنو تسميوها. المهم عندي كاس ديال الحليب بارد من الثلاجه، عندي هاد لاموس، هادي واعره المذاق ديالها البنات، غير جربوها. هاد لاموس راه باقا جديده بنكهه الياغورت، عرفتوا راه فيها واحد المذاق خطير. وغادي ندير علبه منها. شنو بغيتي ادم؟ انا بغيت والو. وشنو شنو خديتي ليا دابا؟ دابا ما خديتش والو. غنشوف يدك؟ ايدي. شنو حيدتي؟ المكانه. ها هو شدي في بلاصتها؟ ما شفتش. وري، المهم الدراري اللي كيقراو معاه هاد المكانه راه ديالي، ديال ماما. اللي بغا يدير. ها هو خدا ليا مكانتي، غنشوف. غنشوف. ها؟ لا شعله. هذا مرا شفر لي المكان، غادي ناخذ هادي نزيدها هنا. غادي نزيد واحد جوج علب ديال الجبن الطري، كل علبه فيها 80 غرام، يعني غادي ندير 160 غرام. صافي وغادي نضرب هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم. عرفتوا البنات طيعوني، انا واحد النكهه فيها كتجي لذيذه بزاف، جربوها جربوها هذه والله حتى واعره. فيها النكهه ديال الياغورت اللي جربتها تحط لي في التعليق كيف جاها، خطير مذاق. وانا بعدا كتعجبني هذه. دابا انا طلعت الكريمه نخليها على جنب.
هنا عندي هاد لي بيسكوي هذا اولا هاد البودوا هما تيكونوا بحال هاد الشكل. انا ما بغيتش ندير شي نكهه، درت الحليب فقط، ممكن تزيدوا عليه قهوه سريعه الذوبان. كناخذو كندير له تنديروا هكا في الحليب، غير كنحطو وكنهزو نخليه شي مده طويله. انتما هنا راه درت هاد المول طويل، نتوما ديروا المول اللي بغيتو وديروا فيه ورق السلوفان او ورق الزبده اللي بغيتو. غادي نستفهم بحال هكا، ندير الصف ديالهم بحال هكا. قال لي هانتوما البنات هما كيفاش استفتهم. دابا غادي ندير الكريمه، طبقه ديال الكريمه. عرفتوا هاد التحليه دي ساهله، بحال دابا يجيو عندكم ديال كل شي حاجه بغيتي تقضيوها وتديروها في الثلاجه واحد نص ساعه صافي كتكون واجده. شوفوا الكريمه شحال تجي متماسكه. وغادي ندير طبقه واحده اخرى ديال هاد لي هاد البيسكوي هاد. بالنسبه للمول ديالي غادي وكيعرض من الفوق، يعني لتحت درت غير ثلاثه، هنا غندير اربعه. شفتوا صافي. وغادي نزيد الطبقه الاخيره ديال الكريمه، غادي نغطيها بالسلوفان وندخلها للثلاجه واحد الساعه تقريبا صافي. وغادي نقدمها لهم حتى يجيو الكوتي ونحطها لهم ان شاء الله. غادي نزينها بشويه الكاكاو من الفوق وصافي كتكون واجده. غنغطيها دابا بالسلوفان وندخلها للثلاجه تبرد وصافي كتكون واجده. صافي دابا راه بردات، غادي نديرها في الطبصيل نقلبها. غادي ناخذ دابا واحد الكيس ديال الكاكاو وغادي نرشو من فوق اختياري، ممكن تخليوها بحال هكا. صافي وهذه هي الكيكه ديالنا اولا التحليه ديالنا. غادي نعطي لهم هي دابا في الكوتي ونسهلنا ان شاء الله. وصافي البنات دابا غنستمعكم هذا الفيديو حتى الغدا ان شاء الله، ونتلاقاو فيديو جديد باذن الله. نخليكم تصبحوا على خير.